مرحبا، يوم حلقة 17 من ممكن. اليوم مش عم نحل مشاكل ولا عم نشوف كيف ممكن نحل المشاكل، اليوم عم نتناقش شوي بالأوضاع السياسية يلي وصلنا عليها من بعد الانتخابات مع صديقنا وعزيز يوسف مرتضى، مناضل قديم وشرس. حلو هاي الشغله، رح نحكي نحن وياه اليوم، بدنا قديم نتناقش جديد بشكل، ماما. انت مثل البيب تخيل. حبيبي لك بدنا نحكي شوي نحن وياك بثلاث اشياء. اوكي، اول شيء صايره كثير هلا مؤخرا، طالع موضوع النواب التغييريين وشو عم بيعملوا، اختلفوا وطلعوا ونزلوا وكذا. بدنا شوي هيك نحط الامور بنصابها بموضوع النواب وشو النظره لازم تكون، شو دورهم رح بيكون بموضوع رئاسة الجمهورية، وين نحن اليوم بموضوع رئاسة الجمهورية، شو معلوماتك شو معطياتك اليوم وشو ناطرين إلى شو أين؟ رح يصير. ونربط آخر شيء موضوع رئاسة الجمهورية شوي، لأنه أكيد هن المنظومة ناطرة مودو باس إقليمي أو دولي، ويننا نحن اليوم بالموضوع، الإقليمي والدولي. الكوكب كله على شفير حرب عالمية ثالثة، وين نحن وكيف نحن بدنا نحمي حالنا ونحمي راسنا ونحمي بلدنا ونحمي مجتمع. يوسف أهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش بموضوع النواب. مثل ما سمعنا، بعتقد انت على جروب نفس الجروب يلي كمان انا عليه وكل النواب موجودين حاطينه عليه، يعني وصل فترة كان الحديث شوي مستواه صار كتير مبتذل. صحيح، خلينا هيك، كنا عم نحكي شوي قبل الهواء انه خي اخر شيء هالنواب نحن ما فينا نحملهم اكثر من اللي بيحتملوا. اخر شيء هولي منهم فرد حزب وهولي منهم فرد عقيده، هولي ركبوا موجه الغضب الشعبي من المنظومه وكل واحد ربح بمنطقته. بقى شو نظرتك وشو معطياتك انت؟ بعتقد عم بتتابع معهم اكثر مني، يعني انا للصراحه يعني بقول لك عم بيطلبوا كثير مني، بس انا عم ببعد شوي، عم بشتغل على ملفات ما فيها كثير عم شريعه. تنظف لنا البيئة أنت. مش بس بالبيئه، ليك عم بشتغل على موضوع استشفائي حلو بكره حلو نحكي فيه حلو كمان، حلو وعلى موضوع استقلالية القضاء. حلو حلو. ما فيهم كثير شريعه هون قد موضوع النواب. شو أولا شو الانتربريتاسيون تبعك؟ حبيبي زياد، بشكر أول شيء استضافتك. أهلا فيك. أنت رفيق عزيز جدا بتحالف وطني، أنا وياك عم أكيد ننشط. تحول بعد هون نعم، الانتخابات والتحالف بعد، وأنت من المرشحين على لائحة لوطني، لتحالف وطني بالأشرفية ببيروت الثالثة، بيروت الأولى، الأولى عفوا، بيروت في الأولى. وأنا بعتز والتحالف بيعتز. تسلم، هيدا انه شرف انت لي. انه انت اول مره بتخوض غمار مثل هذه المعركه وجبت اصوات مشرفه. على نجزي كنا رح نربح، يعني على نجزي كنا رح نربح لو معنا 10 ايام كنا رح نربح بصراحه. وهذا يعود لامرين، الامر الاول كفاءتك، تسلم، دورك تسلم. الله يخليك. ونشاطك اللي فيه تراكم سنوات بمجال يعني عمليا موجع كل الناس من وقت طلعت ريحتكم وتراكم الزباله بالبلد لليوم. وثانيا انخراطك بالتحالف ونشاط التحالف ودور التحالف في بيروت الاولى، وتحديدا بصراحه نشاط بولا يعقوبيان نائبه التحالف بهالدائره. 100%. والصديقه العزيزه لإلي ولإلك. اكيد. اما بموضوع النواب التغييريين وما يسار حول هذا الملف، بشكرك على إثارة الموضوع، لأنه بدون شك هذا موضوع من المواضيع الأساسية عم يجرى التداول فيها بالرأي العام، وبعتقد الناس فهمينا غلط شوي كمان، وفي تشويش للرأي العام بهذا المجال. أولا النواب التغييرين، خلينا نقرأ أنه هولي نجحوا مش بذواتهم الشخصية، يعني مش لأنه فلان زعيم وفلان ما عنده كذا، نجحوا بأصوات المجتمع اللي انتفض ب 17 تشرين وخرج من العباءة الطائفية والمذهبية وراح نحو فكرة الدولة الزعامتي، وراح فكرة بناء الدولة ونحو فكرة بناء دولة القانون. وطبعا هؤلاء أشخاص من الناس اللي لعبوا دور بهذه الثورة وكان عندهم حضورهم ببيئتهم، ولذلك انتخبوا تحت السقف، سقف بناء دولة القانون والمؤسسات.
وبدون شك إذا نحن منتابع ماذا حصل في المجلس النيابي منذ اليوم الأول لدخولهم كتكتل باسم قوى التغيير، حوربوا بشراسة قبل ما عملوا واقع جديد بإدارة مجلس النواب. كان مجلس النواب بالأوقات السابقة كان بال 2018 طلع عنا نائب واحد معارض، هي بولا يعقوبيان. هالنائب الواحد عمل فرق، كان عمل فرق حتى بداء المجلس. وبتعرف قديش حاربوها لبولا، ونعمل حملات الى اول ما الى اخر، حملات ذات طابع ذكوري مش سياسي، مستوى اجوا 13 غيروا الاداء، ما عادش بقى صدق، صار في نقاش، صار في حوار، صار في تصويت على كل شغله، مش وصار في عد، ما كان يقبلوا عد، هلا صار في عد. اذا هذا كان قيمه اضافيه لامكانيه التغيير بالبلد. ووقت نحن بنقدر نوصل بهالمرحله البسيطه بثلاث سنين لنغير بوعي المجتمع، ويتغير بوعي المجتمع نحو المواطني، وتفرز مثل هذه النخبه، يعني نحن بنتامل انه مسار التاريخ صح، يعني التاريخ هيكفي بالمستقبل، وهودي ممكن يصيروا او ممكن يصيروا بدوره ثانيه، بيصيروا 40 بيصيروا 50، وبالتالي لازم نتفائل ونتامل للتغيير. بس ليك بدي شوي لانه كمان نحن تعطينا بالسياسه انه ما نكذب على العالم ولا نطبع على العالم. صحيح. بالعكس نجي نحكي مع العالم مثل ما بنحكي مع بعضنا 100%. اللي بنحكي جوا هو زيته اللي بنحكي برا. الناس عم تسأل وعم تسألني كتير كمان إنه ليش صار؟ أنا حجاوبك. أنا قلت هيدا المدخل حتى نحط الأمور بنصابها، ولا بكون إذا دغري بدنا نقول مشاكل، بدنا نقول هذا أساس صح، في أساس صح لوجود التكتل، وأساس مؤمل، مش بس صح، مؤمل للمستقبل. هالتكتل هو النواب ال 13 صاروا 12 بعد الطعون، هولي مش من حزب واحد، وهولي ما إلهم زعيم مثل ما في بالكتل الأخرى. نبيه بري رئيس كتلة التنمية والتحرير، الباقي عصي. امشي. سمير جعجع شرح. ما حدا بيقدر يشيل أشي إذا أبدا. المعلم قايل له شيله. حزب الله نفس الشيء، أو بيجيبوا عصي أسماء غير معروفة. ما حد، أنا بتحدى حتى عند الشيعة إذا بيعرفوا أسماء كل النواب الكتلة تبعهم، بتحداهم. وبالتالي اليوم الفرق إنه اللي إجوا 13 نائب صاروا 12، كل واحد عنده شخصيته، كل واحد عنده كيانه، كل واحد عنده قناعاته والانديفيدواليتي تبعه، ولذلك بدون يواجهوا بهالمرحلة. هني أمام بصراحة، يعني أمام أمام أخطبوط. أول شيء انزعج جدا من وجودهم، ليش عمل هذا؟ هيدا أخل بتوازنات المجلس، وجود هالكتلة، ما عادش في كتلة كبيرة هي عندها أكثرية تطغى، عرفت كيف؟ لأن مش بس هو 13، ما كمان إجا نواب مستقلين ما بيخضعوا مثل نواب الكتلة الأخرى، ما عندهم مرجع، لذلك صار في خلل ببناء المجلس النيابي، ما في أكثرية طاغية لتقدر تقرر. وعملوا له، لذلك عملوا له إرباك، وصار عندهم هدف كيف يطرطقوا فيهم، وكيف يخترقوهم، وكيف يشوهوا صورتهم، وكيف إلى آخره تجاه الرأي العام. ليه؟ حتى يتفادوا انه المستقبل بده يحاولوا يحبطوا الناس، انه هول انتخبتوهم ماشي، حتى يبعدوا الناس عنه للمستقبل، يبعدوا الناس عن خيار التغيير، انه رجعوا لعنا، رجعوا على الطوائف، ورجعوا على العصبية الطائفية، خلي بلد المحاصصة ماشي والزبائنية. هاي خيار المنظومة اذا بدك. عشان هيك فيها المتركاج القوي كتير من الجيوش الالكترونية لأحزاب المنظومة، وأقول حساب المنظومة ما بستثني حدا، من القوات لحزب الله لأمل، كل مستهدفينهم. لكن للأسف بنفس الوقت ببعض الأحيان أدائهم كتكتل عم بيعطي كمان أرجومون، عم بيعطي حجج لهالمكنة اللي عم تشتغل ضدهم إنها تضل هيك، وإنه تأثر أكثر على جمهور قوى الثورة والتغيير. ليش الأداء نحن عم نوصفه أداء غير سوي، أداء غير صحيح، وهاني بموضوعية استثناء. أولا لأنه قلت مش من حزب واحد وما عندهم زعيم. ثانيا فاتوا، كان في توجهين عند المجموعة،
توجه بيقول اخي نحن بظل الواقع بالبلد المأزوم اقتصاديا واجتماعيا، الناس مخنوقة بكل، بلكي نحن ما دامنا وصلنا اذا فينا نأثر بتغيير شيء، بإنجاز أي إنجاز، نحقق أي إنجاز بالقضاء، بالقضايا المالية، بالقضايا الاجتماعية، الودائع بإلى آخره، وإنه بلكي بنفوت باللجان وباللجان نقدر نشتغل شيء بالمع. وفي على فكرة كبون برات تقريبا أبدا اللجان، وفي كان هذه كانت وجهة نظر عم تدار جوا، وفي وجهة نظر والتين أنا رأيي بتفكر فيهم، وجهة نظر إنه نحن بعددنا المحدود ما قادرين نغير، خلونا بموقع معارض، نحن نضلنا شغلتنا نكشف العيوب تبع هالمنظومة ونضوي عليها ونكون بيضة أبان ونضلنا متماسكين، وأنه تماسكنا وتماسكنا وتلاقينا مع خطاب الشارع هو اللي بعيشنا أكتر، هو بيخلينا نأثر أكتر بالشارع للمستقبل. عندك فكرة شوية العدد، يعني كم واحد من هال 13 لما كانوا 13 كان مع أول أوبسيون وكم واحد كان مع تاني أوبسيون؟ واضحة كانت شوية إلى حد ما يعني بعد مع لا لا تلتين بتلت والله. تلتين بتلت يعني تلتين مع الخيار الثاني وتلتل صح. هلأ كمان حتى إلا كوني ليش هودي مقصومين هيك، حتى كمان أصلا قبل الانتخابات، قبل الانتخابات تركيبة هاي المجموعة كان في عدد من النواب، المقلبة نحكي بصراحة وكلهم أصحابي أنا شخصيا، يعني أنه نحن اختلفنا بتركيبة اللوائح والمجموعات اللي كانت عم تنشأ على بعض القضايا السياسية، في حين كنا نحن وجهة كبيرة بالمجموعات عم بتقول تعالوا نعمل جبهة معارضة سياسية من الثورة بعيدا عن الأحزاب التقليدية، وفي هاي كنا ماشيين، وبلحظة ما بعد انفجار مرفق بيروت في البعض من هالمجموعات راح بعيدا انه لا اخي ليش بدنا نضلنا في أحزاب ماشي بالتغيير من الأحزاب التقليدية، خلونا نتفق معها. وهون في صار خلاف على موضوع علاقة مع حزب الكتائب، علاقة مع حزب الكتائب تماما، هي كانت العملية هيك الافتراق. ولكن عدنا التقينا بالانتخابات، التقينا بلوائح وحدة بالانتخابات إن كان ببيروت أو بالشوف أو إلى آخره، لكن هالترسبات هاي الاختلافية حول موضوع العلاقة مع الأحزاب التقليدية انعكست بهذا الأداء داخل مجلس النواب اللي قلت لك صار كان في وجهتين نظر هكذا بالوريد. هلأ رغم كل هذا اللي قلته، وهذا مش كله عم ينشر بالإعلام، رغم كل هذا في إحساس عند الكل بمسؤولية وبحاجة إبقاء التكتل كتكتل، وهلأ مثل بتشوف من قسم التكتل بعد لم يعلن عن انقسام فيه. في ميشيل قال أنا سحبت، بس ميشيل بعده بيجتمع معه نزوم وإلى آخره. في وضاح قال أنا بدي صوت ونيكي وإلى آخره، بس بعده وضاح بيقول لك أنا بقبل بالتكتل. يعني هون نحن بعتقد لك بعتقد كلهم واعيين لشغلي انه اذا راحوا سولو اذا راحوا سولو ما بيعملوا شيء بالضبط. لا وعندهم كمان كلهم انا بدون ما فيني انا كلهم عندهم احساس بضروره الاخلاص والتماس مع الشارع التغييري مع قوى التغيير. على فكره يعني هذا كثير مهم، الناس كانت كثير قاسيه، قاسيه ناس قاسيه وكان على جروبات الواتساب ولا بالميديا يعني. وهون انا بتمنى على الناس، وانا بتمنى على الناس خاصه الناس التغييريين المجموعات التغييرية، بتمنى ما يتحملوا كتير عليهم، بتمنى ما يجيروا حملة المنظومة عليهم، لأنه بصراحة كمان عم نخدم المنظومة نحن. يعني أنا بدل ما خفف عنهم نحن البعض عم يحاول يمشي بموجة المنظومة بتطرطق فيهم، شو تغييريين صاروا مسخر، هذا كلام مش منيح، وهذا بيضر بعملية التغيير بأصله بأصل. ولذلك اليوم على المدى الطويل صح؟ والتغيير مش عبوك، التغيير بده وقت وبده تراكم، لذلك وكمان بده طول نفس. نحن بعدنا بتحالف وطني بصراحة مع بولا ومع المنمون عليهم النواب القراب كتير علينا، عم نعمل جهد ونسعى لإعادة لملمة الوضع بالتكتل، لإعادة إحياء التكتل. وهاني إلا لنعالج الثغرات الموجودة بهال يعني المقاربات اللي عم تصير، قلنا اقترحنا ينعمل آلية أخذ قرار داخل التكتل، يعني يصير تصويت سكرتاريا واتفقنا إنه يعملوا أمانة سر
وعين كل نائب واحد من قبله ليعملوا أمانة سر ويصير يعملوا جدول أعمال يجوا يناقشوه، ويصير تصويت على أي اقتراح بيتقدم. واقترحنا بآلية التصويت إنه يا أخي القرار بيتاخد بأكثرية تلتين. بنقول أكثرية تلتين يعني أكثرية كبيرة هاي ومهمة، 8 ل 13. وأضفنا إلى ذلك إنه حتى إنه لنريح الجو بيناتهم، إنه اللي بيكون رافض للقرار اللي مصوتين عليه التلتين في يطلع الإعلام يقول أنا ما صوت مع التلتين، بس أنا حرصا حفاظا على التكتل أنا بمشي. هذا بيحفظ التكتل. وين صرتوا فيها هيدي؟ بعدنا من إيش صراحة في البعض بعده منو قبلين هالفكرة إنه أنا بدي ضلني حر وطبيعي. معلوماتي بتقول إنه من ال 12 اللي باقيين في مجموعة كبيرة ماشي ماشي بهالجو، وعم نتواصل إحنا مع بعض لنشوف كيف بدنا نوصل. هلا اليوم موضوع مش بس الحرص على المجموعة التكتل، ما إذا كانوا متماسكين هالنواب 13 واني اكثر الناس مفترض بين النواب تحمل للمسؤولية تجاه ازمة البلد تجاه اللي عم يعيشوا البلد، هني كمان بصلابة موقفهم بتكتلهم وتماسكهم ممكن نستقطب نواب اخرين للمنطقة هذا. وفي ونحن عملنا صلات مع عدد نواب الاخرين وابدوا استعداد انهم ايضا يتعاونوا وينخرطوا حتى تحت هالسقف، ولكن بعد عم بصير ايوه فرجونا هذا الواقع. لانه يعني اليوم في مواضيع جديه، مش اكثر من جديه، في مواضيع مصيريه اليوم على المحك يعني. ولا لا انت بس تعرف رايي انه انا هاي بالنسبه لي هاي المنظومه ماتت يعني، وهذا النظام مات وهذا النظام غير قابل للعيش بقى يعني. هيدا حتى اقتصاديا ما عندهم ولا شيء من المقومات انه يرجعوا يبنوا الاقتصاد، وكانوا عايشين على الاكسجين المصاري اللي بيجي من برا يلي هلا بطل رح يجي. بس هول هالنواب تبعنا يلي نحن بنسميهم نوابنا التغييرين، هول كمان عندهم دور يلعبوه بانتخابات رئاسه الجمهوريه، وصار شويه مثل قصه تبريق الذات يعني. عم يرجعوا يلعبوا نفس، بتحس انه بعد ما اجاهم القرار انه يلا يا شباب مشوا باللعب. شو دورهم برايك انت بموضوع انتخابات رئاسة الجمهورية، وشو عندك معلومات انت اليوم عن الرئاسة وين؟ ممكن بس قبل ما فوت موضوع رئاسي علق بنقطتين على موضوع الاول بليز. الاول اول نقطة انه لازم الرأي العام يعرف انه ثورة 17 تشرين حققت نتائج باهرة باهرة، وبالتالي في امكانية انه نبني على النتائج. حد ادنى بدي اقوله باختصار، ثورة 17 تشرين اسقطت حكومة سعد الحريري. هي مش بس اسقطت الحكومة، اسقطت تسوية تحاصصية كانت بين شيء اسمه اتفاق بيت الوسط واتفاق معراب اللي جابت ميشيل عون رئيس، وكان في ديل ميشيل عون رئيس 6 سنين وسعد الحريري 6 سنين، وتعاون متقاسم الوزارات بين القوات والتيار الوطني الحر. هاي الثورة أسقطت هاي التسويات. شو معناتها؟ إذا أنت بجبهة وعندك أنت بمواجهتك خصم متماسك هيك وفت فرط فريق منه، أنت يعني هزيت الجبهة. نهزي اليوم سقط الخوف. بس مش قليل انك انت تسقط التسويات، وهي التسويات هي كانت السبب الاساسي بتجميعنا صح. بس هاي التسويات هي كانت سبب اساسي بالتحاصص والزبائنية وهدر المال وافلاس البلد وسرق الودايع والتغطية على كل الارتكابات. تانية حبيبي اليوم بيّن بوضوح ايضا مع الاستحقاق الرئاسي اتفاق مارم خايل اللي حكم لبنان من 2006 لليوم، هو حكم لبنان، هو وقف عمليا انتخاب رئيس سنتين ونص من 2014 ل 2016 تحت عنوان ميشيل عون او لا احد. وقف الدولة سنتين ونص، وقف كل اليات العمل بالدستور والى اخره ليجيب هيدا. اليوم هذا الاتفاق اليوم انهز، اليوم بالكباش الحاصل بين حزب الله والتيار الوطني الحر، هذا بسبب هاي النتيجة اللي عملتها الثورة. هذا الاختيار ليش؟ لأنه حزب الله لو كان مرتاح وعنده أكثر مجلس نواب ما بضطر لهالمشكلة مع جبران، وجبران لو كان مرتاح ما بضطر. إذن الخلل اللي عملوه نجاح 13 نائب
بعدم وجود أكثرية ساحة هو اللي هذه من نتائج الثورة. لذلك لازم نفهمها بكل بساطة. لذلك نحن نتمسك بهالنواب، نساعد هالنواب، نوقف حدهم لنراكم على النتيجة اللي عملناها للمستقبل. بعدين في شيء كثير هيك ما بينتبهوا له الناس، الناس بيفكروا كل شيء بيصير بكبسة زر. بدك سياسة يا خي، اليوم الثورة البولشيفية ضلوا 20 سنة، الثورة الفرنسية 100 سنة، قتلوا بعضهم 100 سنة، قتلوا بعضهم رحلوا 20 30 ألف قتيل. وإذا بتتذكر في فترة كان في الهول الروياليست يعني كان بدهم يرجعوا بيرجعوا بيردوا ملك لوي 18 هو رجعوا ملكه. اليوم العملية مش بس تزر وثلاث سنين ماشي. نحن بثلاث سنين لأول، نحن بال 2018 طلع عنا بولا يعقوبيان فقط ترشحنا، كان عنا 66 مرشح، ما كان عنا ثورة، ما كان عنا معارضة، ما كان عنا الخبرة. بس انه بعدين ما تنسى انت عم اليوم انت عم تعمل انتخابات يا تقريبا بلا اعلام، ابدا، وقانون سيء جدا، وقانون انتخابات سيء جدا وخارج عن الدستور، وانتخابات مزورة ثلاث ارباعها، يعني كمان في عوامل كتير سلبية بتأثر على النتيجة. حكينا شوية برئاسة الجمهورية، شو عندك؟ تنرجع موضوع الرئاسة، تنرجع موضوع الرئاسة، لأنه بعتقد كمان إحدى أسباب الخلاف يعني ويمكن بقى ميشيل دويهي هي موضوع أنه ما عم ناخد موقف مبدئي من هالقصة. خلينا نقول بالأول نحط الحيثية العامة لموضوع انتخابات الرئاسة الجمهورية، بنرجع بنقول شو موقف، كيف منشوف موقف النواب التغييري بهالموضوع، بموضوع الرئيس بيأثروا ما بيأثروا، شو الخيار الأفضل اللي لازم، شو الرول اللي لازم يلعبوا، يعني لا شك رح بيكونوا كتلة مؤثرة، أكيد عندهم دور. اللي بدي أقوله أنه بهذا المجال، أول أنا كمواطن لبناني وكناشط بتحالف وطني السياسي، وقت أنا بشوف هاي السلطة كيف عم تمعن بدون ما يرفلها جفن، بدبح الناس، بسرقة الناس، بالإجرام، بعدم الإحساس أو إدارتها بي 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 بعدم الإحساس بالمسؤولية بي صراحة بقول أنا صدق ما نسميهم مافيا، لأنه هاي صفات المافيا. المافيا بتسرق بدون حساب، بتقتل بدون أي إحساس، وبالآخر بصفوا بعضهم، ونحن إن شاء الله حنشهد هذا المشهد الأخير بينات. يعني بس كمان بتعرف انه نحن بالتحالف من ضد العنف، اكيد يعني اكيد انا مع التصفية، مش بالضروري يكون بالعنف بالسياسة، اكيد احنا عم نحكي سياسي، في منهم كثير خسروا روح، نحن عم نحكي سياسي هلا، ما عم نحكي شيء، لا بس لحتى ما حدا يفهمنا غلط، هن ليك هن ناطرين نكزه يعني انت يسطوا لك. نعم، أنا كمان بصراحة بلفتني بهالظروف الكتير قاسية كتير صعبة وعم تتفاقم كل يوم، الدولار يوم 42 ماله سقف بكرة 50، طيب بعده أنا بتعجب كيف بعد في ناس بيصطفوا وراء الأحزاب الطائفية بصراحة. يا عمي أنتوا مش، وبيروحوا بيهتفوا باسمهم لك يا عمي وبيحيون يا عمي، هولي هني دبحوا البلد، دبحوكم، طلعوا منهم، روحوا على خيار مستقبلكم ومستقبل اولادكم، حاجه تفتشوا على الهجره، حاجه مش واقفين صفوف قدام السفارات، كلنا مسؤولين مثل ما نحن خارج هالاصطفاف، انتم ايضا لازم تصيروا خارج هالاصطفاف بكل صراحه. يعني للاسف اليوم انت بتعرف هلا في توجهين لموضوع التعاطي مع انتخاب رئيس الجمهوريه بالبلد، يعني في توجه يستعجل انتخاب رئيس لوضع حد للفراغ واحتمالات إطالة أمد الفراغ، الذهاب نحو فوضى اجتماعية وممكن نحو فوضى أمنية، فالبعض يتوجس من ذلك ويريد الإسراع بانتخاب الرئيس، وأنا بهالجانب ما بستثني من هالأصحاب الرأي حزب الله، لأنه حزب الله مع بيئته إلى آخره بعده هو الأقوى بين هالجروبات الموجودة، بقولك لك. واليوم هذه بظل الظروف اللي عم تعيشها إيران، بظل الانتفاضة الكبيرة بإيران،
واحتمالات التغيير بإيران، بقول لك هيدي فرصة أنا ما فيني أجل كتير. إذا عندي إمكانية أني أنجز انتخاب رئيس، هو عنده مرشح واحد ما بيسمي غيره اسمه سليمان فرنجي، ما عنده غيره، فلذلك هو عم بيعمل كل جهده لحتى لي ينتخب رئيس. في فريق تاني ومساقبي طبعا الفريق الآخر اللي ممكن نسميه معارضة والأخرية، أيضا بيتقاطع مع فكرة انتخاب رئيس وأن يكون على موجة تانية مش سليمان فرنجي يعني، بس كمان هو ضد إطالة أمد الأزمة ولا ما بده فراغ. في فريق تاني هو بقلب فريق الممانعة وزعيمه جبران باسيل ميال نحو عدم انتخاب رئيس ونحو إطالة أمد الفراغ من خلفية أنا أو لا أحد مثل ما كان قبل، ومن خلفية أنه هو بيعرف قبل الانتخابات كان وضعه الانتخابي صعب جدا، وأنه اللي عمله كتلة من 17 واحد هو حزب الله، حد أدنى 6-7 نواب أو إجوا بأصوات من حزب الله، وقال لك كانت بهدل، وقال لك كانت بهدل بالانتخابات. وبالتالي عند جبران في موقف، علما أنه سليمان فرنجي معه بنفس التحالف يعني نفس الجبهة، ولكن هو مصلحته ما يصير انتخاب رئيس، مصلحته إدامة الفراغ بالذهاب نحو طاولة، ما دام هو ما قادر يفرض حاله، ما زين القوى ما بيسمح له يفرض حاله، فبتصير مصلحته أنه نروح لحفاضة تخلق مناخ إقليمي دولي محلي، تعالوا نقعد على الطاولة، نقعد على الطاولة إذا هو فريق عنده كتلة، وتعالوا نبحث بنظام جديد. امبارح بمؤتمر الصحفي جبران باسيل إذا بدك عبر عن هذا الأمر بوضوح، قال نحن هالنظام ما عادش ماشيين فيه، نحن بدنا نغير بالنظام، وإذا مش حتغيروا بالقانون وبالدستور حنعملوا أمر واقع. قال حنروح نعملوا أمر واقع، لا مركزية إدارية مالية موسعة، بالحقالة بالحرب بعملها أمر واقع. شو يعني؟ نعمل تقسيم، يعني نعمل هذا كلام. أنه ولذلك جبران ما عارف أنه هذا يوم ممكن يأخذ البلد، هذا ممكن يأخذ البلد على المجهول، ولكن الإيجو تبعه الأنانية تبعه اللي وصلت البلد لهون لعهد جهنم هو كمان مسؤول عنه، يعتقد أنه هو بيحصد مثل النتيجة، وعشان هيك هو بيروح على قطر، بيروح على فرنسا، بيروح عند هالجهات، أنه يا هيدي بتسهل له إمكانية شيل العقوبات عنه، إمكانية تسهيل تبنيه لإله للرئاسة، يا إما أنه يا أخي مش راكب البلد، أنا بدي غير النظام، ونحن كتلة وصار عم يستخدم قصة المسيحيين، أنه واليوم استخدم قصة اجتماع الحكومة امبارح، أنه هذا صار المسلمين عم يكبوا المسيحيين، صار عم بيحكي باسم المسيحيين، لأنه في تظلم هون إسلامي مسيحي. ومن مين؟ من شريكه يعني، من شريكه اللي هو حزب الله، اللي امبارح وصفه أوصاف يعني أنه أنت مش صادق ولا بتعمل وعود صادقة، يعني قلب له الحكاية. وبالتالي بالتالي هذا الله يرحم اللي ماتوا يعني. نعم الله يرحم اللي ماتوا. وبالتالي هون إذا بدك هذا خيار عم ياخذ البلد على الفوضى، بياخذ البلد على الفوضى بهدف تغيير النظام، بهدف يعني إنه يرجع يقعد على الطاولة جبران، ولكن هذا في مخاطر، هذا في مخاطر. وأنا رأيي إنه واحد تيقدر هو يكون عنده هالأمبيسيون يغير نظام بده يكون لأنه عنده شوية عضلات وشوية قوة، إنه لأنه دائما من نظام في ناس مستفيدة من هذا النظام وما عنده ما إلا أي مصلحة يتغير النظام. وكنت عم تحكي عن الناس اللي قاعدين على جنب هولي، يعني دائما كان ماكيافيلي يقول إنه أصعب شيء تغير نظام، لأنه يلي مستفيدين من النظام هني أعدائك الطبيعيين، إنما يلي معقول يستفيدوا من تغيير هذا النظام مش فهمانين صح شو البنية تبعه، فالسيبور تبعهم بيكون كتير بارد إذا بدك. لا زي بس هو عمل هالحسابات برأيك؟ هل أنا رأيي تخمينها عنده، لا عنده القوة يفرض تغيير نظام؟ أنا ما لا شايفه. أنا رأيي هون زياد هذا طموح، وكتير أحيانا طموح عند اللي بيكون عندي إيجو هالقد عالي يعني. بفوت بيعني بفوت بالحيط، ومش أول مرة. عمه كان عنده التجربة ميشيل عون 89 وفات بالحيط. شو عمل 89 وقت وقف ضد اتفاق الطائف ورفض انه يفوت بالتسوية، فوت البلد بالآخر، تجاوزوا العالم
جوا وهلا كمان بيتجوزوا، هلا كمان بيتجوزوا، ولكن وين الخطر بانه يعقد الوضع ويدفشوا اكثر نحو اطاله امد الفراغ. اليوم في ازمه اجتماعيه، في ازمه اقتصاديه، في ازمه ماليه، العالم مخنوقه، وهيدي حتكبر طالما ما في حلول، هيدي حتكبر وما حيصير حلول. وخاصة مع هاي المنظومة ما تتأمل أي إصلاح، أبسط إصلاح ما مش حيصير، لأنه أي إصلاح ضده، أي إصلاح ضده بالقضاء بالإدارة بأي مجال حيحطهم بالقضاء. الخوف أن يستغل هذا الوضع المأزوم مع إطالة أمد الفوضى فعليا من قوى أيضا عندها تخمين أطماع ومصالح وإلى آخره، مش تصير لحالها الفوضى، تفتعل الفوضى بأشكال مختلفة. والبعض براهن كمان، في بعض الجهات بتراهن أنه نخلق مناخ مثل 2008 على طريقة اللي صارت وجابت ميشيل سليمان رئيس الجمهورية. في البعض ممكن من قوى إقليمية ومحلية ممكن تروح بالاتجاه، وبلكي بيكون العماد جوزيف عون هو مرشح اللي بتفرض الظروف، اللي بتفرض ظروف من هالنوع. شايف كيف؟ مش هيك شوي مبين عم يركب السيناريو برأيك ولا بعد ما منه؟ أنا رأيي هذا ما بيركب بدون اتفاق مع العامل الداخلي. يعني إذا في عامل إقليمي عم يضغط بالاتجاه بدون توافق مع العامل الداخلي، وخاصة مركز القوة بالعامل الداخلي اسمه حزب الله، ما بيركب. لأنه بال 2008 كان حزب الله أساسي فيها، بس بلش كان إيراني أمريكي. مظبوط، إيراني كبوله هيك شوية غزل من بعيد لبعيد. ما بعتقد، ما بعتقد ما عاد ثقافتي مش هيك بتقول، معطياتي مش هيك بتقول. ولكن هذا وضع خطير، هذا إذا كان ما في تفاهم عليه مع الداخل، هذا بياخذ البلد على المجهول. وأي طاولة حوار جديدة اليوم مش مثل 2008، مثل ما صار بالدوحة. نعمل شو عملوا بالدوحة؟ عملوا تعديل على الطائف، قانون انتخابات على اساس قانون الستين، وعملوا حكومة الوحدة الوطنية والديمقراطية التوافقية اللي خربت البلد، خربت البلد. اليوم مستحيل، اذا بتروح انت، وهذا تعودنا بلبنان، ما في حوار وما في تعديل وما في تغيير بعقل بارد، كله بده يروح على الحامة، يعني بده ياخذ البلد على فوضى امنية. بالفوضى الأمنية ما حدا بيعرف وين بيروح، بصير رايحين على المجهول، رايحين على المجهول. وعلى طاولة من النوع ما حدا بيعرف، إذا أنت بدك تعدل مادة كذا بالدستور غيرك بده يعدل، بصير كل واحد عنده 10 مواد ما بنوصل لمحل، لا تلت لا بتالتي ولا مرابعة ولا فيدرالية ولا بطيخ، بنروح على فوضى الله بيستر قديش. لكن أنا بطمئن من هذا الجانب. هلا بحكي عن الوضع الإقليمي والدولي، دخلوا هون بالموضوع، انه بشكل عام الوضع الدولي تحديدا يعني منه مشغول بحاله. لبنان ليس على سلم اولوياته، وبالتالي عم بيحاولوا قد ما فيهم البلد ما يروح نحو الفوضى لاسباب عديده. اولا لانه ممكن يروح على المجهول، ولانه ما قادر يدير اللعبه كما يجب الخارج. ثانيا تداعيات الفوضى الكبرى حتكون تهجير ونزوح لوين؟ على أوروبا، على ما فيهم يحملوا بقى، ما فيهم يحملوا. ولذلك حريصين بالضغط على عناصر القوة بالداخل أو المساومة مع عناصر القوة بالداخل لتقطيع المرحلة بأقل خسائر ممكنة، بما في الضغط لانتخاب رئيس دون اشتراطات. شو بيكون الرئيس؟ سليمان فرنجي، جوزيف عون، ميشيل معود إلى آخره. واليوم خالد الرائعي، اليوم الغرب ما عنده مشكلة مع حزب الله. أنا رأيي بعد ترسيم الحدود وبعد البيعة اللي عملتها الدولة وراهم حزب الله بترسيم الحدود وتأمين خدمة كبيرة كبيرة لأمريكا ولا أوروبا، بترسيم الحدود وتسهيل إنتاج الغاز وتصديره على أوروبا، ماشي الحال. بقولوا لخلي، ولا إذا سليمان فرنجية ما حيحطوا فيتو على سليمان فرنجية، ممكن يقبوا باط للموضوع. هل إذا صاروا يجيبوا غيره بيجيبوا، بس هذا صار له علاقة بميزان القوى. كمان إذا عبكرة بين إيران وأمريكا مش يديل تسوي، أنا رأيي كمان بتسهل الأمور. عبكرة بين السعودية وإيران، اليوم السعودية إذا سهلت لإيران مسألة تسوي باليمن وخلصت حرب اليمن، كمان السعودية هقوله أنا معنا يعني اليوم هم السعودي الأساسي شو؟ اليمن. خلصهم من حرب اليمن بيعطوا بغير محل. والعكس صحيح، العكس صحيح. أي تطور سلبي اليوم بمدى منظور بإيران نتيجة الفوضى الحاصلة
بترتد على ميزان القوى الداخلي بلبنان. حزب الله ما بيعود فيه يعمل الاشتراطات اللي عم يعملها هلا ولا الاخري. فلذلك نحن بحالة تعقيد كتير كبير. بعدها منا ناضجي. منا ناضجي. ولكن بعدني انا ميال للقول انه اليوم بالمدى المنظور، بالمدى المنظور مش لكتير بعيد، ابو شهر شهرين ماكسيموم، يبقى العامل الداخلي هو الاساس، هو الاساس في انتاج الرئيس. وانا برايي هاي القصه عند حزب الله وجبران، عند حزب الله. هلا البعض عم بيراهن انه هالكلاش اللي صار بين حزب الله وجبران بعد الحكومه انه هذا حيروح نحو فرط تفاهم مرقاي. انا بشك بذلك، بدون شك صار تصدع، بدون شك صار تصدع كبير. واذا كان احتاج حزب الله وعمل اذا بدك هيك هزة عصا لتيار الوطن باجتماع الحكومة انه خلص يعني قديش بك ضلك برعيد، بيحضنوه وبيرجعوا بيجربوا مرة تانية. اذا ما مشي انا رأيي في عندهم ممكن يستخدموا، اذا عندهم حرص يعملوا انتخاب بوقت قصير فيهم، عندهم 65 نائب موجودين، يعني عندهم اكثرية نص زائد واحد اللي انتخبوا نبيه بري، ما انتخب جبران معهم، بينتخبوا المرشحهم، يعني موجودين ال 65، ولكن هني بدوا غطاء مسيحي اكبر. ساعة اذن بفرطوا له الكتله تبعه لجبران. في ستة هني جابون، كاثوليكي ببعلبك، ماروني بالبقعة الغربي، الانجيلي ببيروت طرابلسي، شو اسمه العلوي بعكار، بطرابلس او بعكار مش بطرابلس، بجزين النائب، يعني لو لهم ما كان بيجي بجزين ولا حتى لذلك ما عندهم حتى من عند جبران. سليم عون بزحله مين جابه؟ هني جابوه. لذلك جبران بيعرفها هيدي، وهذا جبران اللي عم يهرب منه انه هو هيخسر بالسياسي اذا وافق وانتخب رئيس جمهوريه وحيصير خارج الحياه السياسيه ويتفكك التيار. وفعلا عم يتفكك التيار، لكن امبارح عم يطرد بتظل ازمته بيطرد 20 واحد بجزين، 20 عضو، لك يا عم شو عم تعمل انت؟ فلذلك بعتقد هالسيناريو اللي صار بين اجتماع الحكومه، يعني اذا بدك رساله لجبران وردت فعل جبران رساله لحزب الله انه انا ما ماني على قد ايدكم ومطوعه مثل ما بدكم، هالكلاش هيدا انا رايي بيحتووا بس بيرجعوا بيكفوا بنفس السيناريو. انا حكي هيدا مش عبروج لسليمان فرنجي حتى ما ينفهم، حتى كمان ينفهم، انا عم بشكي بواقعيه انه شو عم بيصير من طبخات، لانه للاسف بالميل الثاني نحن ما عنا بالميل الثاني عم يترشح بشيء ابدا. لا الميل الثاني عم يترشح شو اسمه ميشيل معوض. طيب ميشيل معوض الى حد ما جاب الماكسيمم. هلا حدا عم بيقول انه بكره سمعت حدا امبارح عم بيقول انه جبران حيصوت 10 اثماء. طيب كله تفنيس هذا يعني سيناريوهات كلها. وصار حكي بهذا الفريق انه ميشيل معوض هو للتفاوض، يعني هو مرشح للتفاوض. ده بدا ما بصير مرشح اليوم. هون بدك تسألني عن دور، لأنه هذا الفريق عم يعتبر ميشيل معوض مرشح تحدي فريق حزب الله والممانعة، وهذا الفريق تبع ميشيل معوض عم يعتبر انه سليمان فرنجي كمان مرشح مرشح تحدي ومرشح تحدي، وبالتالي ما حدا بيمشي مع حدا. ونبي بري بيقول لك بدي اعمل توافق، بس نبي بري بده يعمل توافق على مين؟ على سليمان فرنجي. يعني بدي روح واطي، وهن بيعرفوا بالاخر وليد جنبلاط حيروح ينتخب سليمان فرنجي. وليد جنبلاط ما بيترك نبي بري بخياراته الاخيره. هون قوى التغيير شو كان ممكن تعمل؟ قوى التغيير عملوا مبادرة رئاسية ممتازة، طرحوا فيها برنامج سياسي مع كريتيريا، مع كريتيريا ومواصفات للمرشح الممكن يشكل بريق أمل لإنقاذ البلد. وراحوا عملوا جولة رغم اعتراض البعض فيهم انه ليش بدنا نشوف هودي، ما قلنا كلهم يعني كلهم، كيف بدنا نروح نحاور جماعة كلهم يعني كلهم. انت بدك تتعاطى سياسي وما بدك تحكي مع الكل يعني انت برافو. هيدي جرى تجاوزها بعد نقاش منيح داخل التكتل، وانه ما فينا، لا نحن هودي خصوم مش اعداء، وكانوا قبل الانتخابات كلهم يعني كلهم، هلا انتخبهم الشعب مثل ما انتخبنا، وبالتالي نحن فينا نتحاور مش ضروري نتفق معهم، ولكن فينا نتقاطع كيف نخدم البلد ومصلحة البلد، ونحن معيارنا هو مصلحة الشعب والوطن والدولة.
وراحوا على أساس عملوا على الكتل كلها. كان الجو إيجابي عند كل الكتل من الممانعة لغير الممانعة للي ضد الممانعة. رجعوا طرحوا أنه قبل ما نرشح تعالوا لحتى نجيب مرشح ما يشكل تحدي يعني لا هون ولا هون ويكون في إمكانية حد أدنى من التوافق على مش إجماع حد أدنى من التوافق. وقاموا عملوا سلة أسماء وطرحوهم بالعلن وطرحوهم بالمباشر. نصيف حتي، صلاح حنين، وزياد ضرود. انطرحوا صار في تواصل. مع ما انطرحوا هولي مع القوات مع الكتائب مع الآخرين جبهة الممانعة شوي بتطلع ترشيحات من جهة المعارضين بترشيح ميشيل محمود. طيب ما طرحنا واحد أو واحد مش ما قلنا لكم واحد قلنا لكم في ثلاثة والثلاثة بيتشابهوا كتير بمواصفاتهم. لو كان في إمكانية وهيك صار مساعي إنه يتجمع تأييد لواحد من هالثلاثة من عدة كتل غير التغييريين كان بيجرى تبني من إطار أوسع مش بس من اللي عم يصوتوا لميشيل معوض وكتلة التغيير، كانوا بيجيبوا أيضا مستقلين آخرين معهم وكانوا بيحرجوا الفريق الآخر بيحرجوا فريق الممانعة تجاه الرأي العام تبعهم إنه أنت شو بدكن بدكن رئيس يعمل هيك ولا وهيدي أسماء نظيفة هي أسماء ما حدا في للأسف رفضوها وصاروا يتهموا التغييريين أنه اللي ما بينتخب ميشيل معوض بيكون عم بيخدم حزب الله. هذا كلام بصراحة كلام مش بس ساذج وخطير. هذا يعني عم بيقلد حزب الله وقت أنت بتكون مش معه شو بتكون صهيوني. إذا أنت مش مع حزب الله يعني أنت صهيوني وهذاك إذا أنت مش معه القوات أنت حزب الله وما النفسيات. هاي اللعبة عم تدمر البلد. لذلك نحن وقت بتصير هيك توجهنا كتحالف وطني وتوجهنا مع النواب التغييريين انه طالما هيك الانقسامات خلونا على موقف مبدئي ساعتها خلينا نحن نختار مرشح من اللي الكريتير طبعا من مواصفاتهم انه هني اقرب ما يمكن للثورة لخيارات الثورة لدولة القانون والمؤسسات ونحن ناخذ هالخيار لانه ما وصلنا له بعد لانه بعد ما في طبخة بعدها عم تروح وتعطي. لذلك ما قادرين نأثر بهذا الخيار أو ذاك. نحن بنعمل خيار اللي يعطي أمل للمستقبل نبني عليه للمستقبل. ما بقى معنا كتير وقت بس بدي بس كمان أكيد أنت عم تتابع الحرب الروسية الأوكرانية وشو رح بيكون تأثيرها إقليميا علينا نحن اليوم، وهل برأيك رح يكون إلى أي دور بموضوع انتخاب رئاسة الجمهورية؟ لأنه نحن بعتقد أنت بتعرف إنه هاي المنظومة لو قدر تجيب رئيس كان جبته من زمان بدل ما كل خمس صحيح إذا مش تنين لا صحيح قلت أني على الأنين وبعدهم وناطرين برا من برا. شو البوادر شو قراءتك أو شو عندك؟ أنا بالتأثير الحرب الروسية الأوكرانية بالمباشر ليست ذات تأثير على رئاسة الجمهورية أوكي. ذات تأثير على مثل ما شهدنا فترة على القمح لأن مستوى الدعم عنا من أوكرانيا إلى آخره مضمون. ولكن كمان الروس مثل ما أنا بعرف حريصين كتير إنه ما يصير فوضى بلبنان وخاصة ما يصير فوضى أمنية بلبنان لأنه الفوضى الأمنية بلبنان بتأثر على سوريا حيث يعتبروا هن مسؤولين عن الميدان السوري وهذا كلام معلن. بالفترة الأخيرة يعني وقت اللي أردوغان قرر إنه يعمل زون أمنية على حدود تركيا مع سوريا بعمق 30 كيلومتر بده يفوت على منبج وعلى المناطق الكردية الروس كانوا قبل هالحدث عم يحاولوا يتوسطوا ليجمعوا مع بشار الأسد ويعملوا تسوية بسوريا. هيدي خربطت المعادلة. والروس اليوم عم بيقولوا نحن للأمريكان وللمؤثرين بالميدان بالمنطقة إذا أنتوا يا أمريكان تعطونا شيء بأوكرانيا نحن مستعدين نوقف مع الأكراد بسوريا ما نخلي أردوغان يفوت على شمال سوريا وإذا ما بتعطونا ممكن تستخدمها نحن حنقبط لأردوغان يفوت على شمال سوريا بيغير موازين القوى وهذا بيضعف الموقف الأمريكي بسوريا. هل أردوغان حيفوت بهالديل؟ هل أردوغان بيروح على كلاش مع الأمريكان؟ كمان بيستبعد يعني كله عنده حساباته
بالاخر هو عضو حلف الاطلسي وهو عنده علاقات، يعني مجرد اي قرار اقتصادي امريكاني بياخذوه ضد تركيا من غير شيء ازمته كبيره كان بس هيك عم يسعى يفوت بالبريكس كمان، يعني عم يسعى يفوت بالبريكس مناورات مضبوط مضبوط، يمكن بعده ليك الحلو فيها، مش الحلو فيها بس انه الصعب والتشالنجينج فيها اليوم الاوضاع فيها نروح على نقطة تحول بتاريخ البشرية، يعني صحيح لليوم هالصراع اللي عم بيصير صح. صراع لا فينا بكلمتين نقول يعني. فينا نقول بكلمتين اليوم الحرب روسية أوكرانيا هي مش حرب روسية أوكرانيا، هي حرب روسية مع الحلف الأطلسي بقيادة أمريكا، نتائجها أكيد عم تعمل رسم لعلاقات دولية جديدة. إذا كان الحرب العالمية الأولى عملت عصبة الأمم، إذا كان الحرب العالمية الثانية عملت الأمم المتحدة، هاي دي بقى تعمل شيء جديد. شو هو؟ ننطر ننطر بلشت تبين بعدها ننطر. طيب بشكرك كتير كتير، دايما الحديث كتير شيق معه حبيب. ونحن مستمرين بعادتنا بممكن كل ضيف، بما أنه نحن هلأ بموسم الزيتون بدي اهديك ألفية زيتون فيها زيت زيتون. زيت زيتون كمان اكيد مصنوعة من الازاز المعاد تدويره، وبشرفني كتير دايما نستضيفك ورح نرجع نستضيفك حبيبي. وبشكرك كتير يوسف حبيبي زياد، الله يخليك ويديمك ويديم هالستوديو اللي عم دائما يفكر كيف يضوي على وجع الناس وعلى الحلول، مش بس على الوجع ممكن على الممكن ان نخلص فيه المجتمع. بشكرك كتير وانت رفيق وصديق ونحن معك، ونحن بنتأمل بصراحة انك تكون واحد من الـ40 الجايين. يلا ان شاء الله خير ان شاء الله خير. ميرسي كتير.